في 9 من حزيران 1961 ألقوا القبض على جميع أعضاء الوفد على السيد جراطر يعني اللي كان موجود في خارج العراق. 9 حزيران 63 تقريبا. 9 حزيران 63 63 السيد جراطر يعني كان خارج العراق. منو الوفد؟ أعضاء الوفد منو؟ صالح اليوسفي وحبيب محمد كريم ومسعود محمد والشيخ حسين قانقة وعدد كبير منهم. ألقوا عليهم القبض ببغداد؟ ألقوا القبض عليهم ببغداد؟ ألقوا عليهم القبض ببغداد. هم راحوا يتفاوضون؟ بغداد وكركوك. هم راحوا يتفاوضون؟ الوفد الكردي راح يتفاوض؟ إيه كانوا موجودين ثابتين هناك على طول يومية أكو اجتماعات بيناتهم. بس من أعضاء الوفد حبيب محمد كريم تمكن من الهروب من فندق سمراميس وعبر سباحة النهر دجلة وهرب وخلص وراح رجع الكردستان؟ رجع الكردستان. والبقية؟ البقية ألقي القبض عليهم. والحالة محاكم؟ لا لا بس اعتقال إلى أن صارت إلى أن قضى عبد السلام عارف الباثيين طردهم 18 تشرين بدأ أي في 1964 بدأت لا لا هو 18 تشرين 63 هو قضى عليهم 18 و19 تشرين قضى عليهم بال 64 صارت مفاوضات 64 صارت مفاوضات والمفاوضات نجحت؟ نجحت إلى حد ما نجحت بعدين هم رجعت الحرب أنه الوعود اللي أعطوها ما كانت تربي جميع مطالب القضية الكردية الشعب الكردي لكن البرزاني وافق على رهنة لأنه كانوا محتاجين رهنة أولا قوات البيشمركة متعبين بعدين الناس الأهالي يريدون في جو هادئ يتمكنون من الحصول على مزارعهم على منتجاتهم فالبرزاني قرر موافق على لكن مع هذا ما لبوا مطالب الأكل المطالب المتفق عليها كان كركوك من المطالب؟ كركوك كان طبعا من المطالب على طول كان كركوك من المطالب بس ما كان مذكور انه من الاتفاق ما كان مذكور شيء عنه